لو برضو بنحتفل طبعا ب 152 سنة ما نغفلش بقى اللي احنا وصلنا له، وجود دلوقتي إنشاء منطقة اقتصادية ومنطقة صناعية خاصة بقناة السويس، ونستغل وجود حضرتك. احنا عارفين منذ أيام في كلام عن المنطقة خلاص الروسية المصرية، وحضرتك بقى تقول لنا على كل ما هو جديد خاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإن شاء الله في الفترة القادمة وزي ما كنا تحدثنا مع حضرتك في مداخلات سابقة عن بقى قرب إن شاء الله إن احنا نبدأ نشوف الجراجات وكل ما يخص المنطقة الاقتصادية، ولا هيساعد إن شاء الله في انتعاشها مع وجود هذه المناطق الصناعية، زي لو حضرتك بقى هتدينا المعلومات عن المنطقة المصرية الروسية. تمام. طبعا هو زي ما بتقول اساسا لما اتعمل قناة السويس الجديدة كان نظرة سيادة الرئيس برضو ان هو ان دي هتبقى دعم للمنطقة الاقتصادية وبالذات شرق بورسعيد. وبالتالي برضو قامة الرئيس لما فكر في القناة السويس الجديدة فكر كمان في الأنفاق اللي هتوصل المستثمرين للضفة الشرقية والمواطنين اللي احنا عايزين نوطنهم في شرق قناة السويس. وبالتالي كان هو ده الأساس والغرض، يعني لما نعمل 6 أنفاق كان في نفق طبعا موجود اللي هو أحمد حمدي واحد، كان عملنا 5 أنفاق شغال 24 ساعة تحت قناة السويس ما تأثرش، بدل الناس كانت تنتظر بالأسبوع 5 أيام عشان تعبر بالمعديات، لا بقى في عندنا 6 أنفاق، في عندنا 5 كباري، في عندنا المعديات، بقى في أكثر من وسيلة كوبري السلام، بقى في أكثر من وسيلة لكل إنسان يختار إيه اللي عايزه بالذات المستثمر، يعني نتكلم كده مستثمر يعني. فطبعا ده من اهم النقاط طبعا برضه السيد الرئيس عملها، يعني هو ستريس يعني جهز عمل قناة السويس وجهز انتقال المستثمرين عشان يشتغلوا بقى، عايزين يشتغل. طب احنا برضه بنقول ان احنا 152 سنه عدى 31 مليار طن حموله صافيه بضائع، طب استفدنا منهم ايه؟ ولا حاجه، رسوم بس، يعني رسوم معقول. هو ده بقى المقصود ب قناة السويس الجديده، المقصود بالمنطقه الاقتصاديه. طبعا المنطقه الروسيه خلاص دلوقتي بتخطط وبتشتغل فيها واتفقوا خلاص، اتفاقات خلصت تماما. مصانع كتير بقى زي مصانع البطاريات، البتروكيماويات، الادويه، السيارات، كل ده خلاص بقى على الارض دلوقتي، ومصانع منشاه او بدا يعني بنقول ان هي شغاله في الانشاء، خلاص بدا في حاجات موجوده على الارض، وتنبئ وان شاء الله بان اللي جاي افضل. وبعدين نقول بقى حاجه ان احنا الهيئتين برضه هي الاقتصاديه مع هيئه قناه السويس متكاملين. طبعا الناس اللي هتخش هي الاقتصاديه لازم هتعبر قناه السويس، صح. ولما يبقى في ارصفه شغاله ولوجستيات شغاله ومصانع شغاله، السفن اللي هتعدي عليها بضاعه زي قناه السويس هتخش الاول شارب بورسعيد عشان تنزل البضاعه دي، ما انت تعدي في قناه السويس. انا عايز اقول حاجه، ان الحمولات كلها دلوقتي المراكب بقت حمولات كبيره جدا وبقت ضخمه، يعني لما نقول احنا مثلا 24000 حاويه على سفينه، ال 24000 حاويه دول اكيد مش رايحين دوله واحده، طبعا اكتر من دوله توزعوا. فما في منطقه زي شرق بورسعيد منطقه عبقريه ما فيهاش ديفيشن خالص بينها وبين اوروبا، معنى كده ان السفينه اللي ده بنقول عليها احنا هب، يعني مينا هب، تقف السفينه العملاقه دي وتنزل في فيدر صغيره الحاويات اللي موجوده ال 24000 حاويه، 10 بقى رايحين المانيا، 5 رايحين ايطاليا، 6 رايحين، فاحنا بقى احنا المركز، وبناخد على كل على المحيط السعوديه تاخد رسوم على كل واحده حاويه من دي تنزل او تشتغل. فاحنا مستفيدين احنا الاثنين مع بعض، لا شغالين دلوقتي على قدم المساواه في الهيئه الاقتصاديه، ان شاء الله خلال الفتره الجايه نشوف الانجازات هتبقى اكتر باذن الله. طبعا برضه هنقول ان احنا في اكسبو 20 طبعا في الامارات احنا عملنا كذا سيشن في الموضوع ده، وكانوا موجودين المستثمرين وبرضه في حاجات كتير كان مجهود رائع الحقيقه. توقعت برضه مع الهيئه الاقتصاديه. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل. شكرا.